صباح الخير، شلونكم طالباتي؟ طالبات الصف الرابع الإعدادي، اليوم وياكم راح نخلص مواضيع الجرامر الخاصة باليونت الثالث. مواضيع الجرامر إن شاء الله هسه راح أخلص لكم إياها الخاصة باليونت الثالث. راح تبقى عندنا القصص والإنشاءات وتمارين، أوكي بنات؟ وإن شاء الله سهلة المحاضرة الجاية، إن شاء الله محاضرتين ويكمل هذا اليونت. نجي على يونت 3 لسن 4. إيش عندي بهذا الموضوع بنات؟ prepositions حروف الجر، prepositions حروف الجر. إحنا هاي طبعا حروف الجر ماخذيها من الابتدائية وكل سنة تتكرر علينا، وإن شاء الله موضوعها كلش سهل. فقط هذا prepositions الموجودة اللي عندكم اللي هي من هي الon in والat. الon إيش وقت أستخدمها بنات؟ إيش وقت أستخدمها؟ قبل أيام الأسبوع وقبل كلمة holiday، أوكي بنات؟ الon قبل أيام الأسبوع، أيام الأسبوع Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday نعرفها، وقبل كلمة holiday. يعني إذا شفنا يوم من أيام الأسبوع هنا، مثلا هنا شفنا يوم من أيام الأسبوع أو كلمة holiday، هنا شو راح أختار لها؟ شو راح أختار لها؟ أختار لها on، أوكي؟ الان شو كنت اختار الان بنات؟ قبل اشهر السنه، جانيوري، فبراير، مارس، ابريل، ماي، جون، جولاي. وقبل اوقات اليوم، اوقات اليوم اللي هي من هي؟ مثلا in the morning في الصباح، in the evening في المساء، in the afternoon، اوكي بنات؟ وقبل اماكن العمل، قبل اماكن العمل مثلا at school، مثلا شو يقول لي يعني أي مكان، at school, at office المكتب، أوكي بنات، at company. عدتش الات، شو كنت أستخدمها الات؟ قبل الساعات، قبل، إحنا دائما نعرف الات استخدامها إذا شفت ساعة قبلها قبل وقت ساعة، يعني قبل شو راح أستخدم لها؟ الات. وقبل school, at school, at night, at work, at weekend, at home. وقبل هذه الكلمات، وقبل هذه الكلمات، أوكي بنات؟ عدتش هنا أنا بنات، راح نجي على الأمثلة هاي، راح أجي هسا أوضح لكم هذه prepositions حروف الجر بهذه الأمثلة. المثال الأول، المثال الأول، I get up, I get up 7 o'clock. 7 o'clock، هنا شفت بنات هاي شنو؟ هذا 7 o'clock، هذا ساعة، وقت ساعة. إذن شو كنت راح استخدم؟ ايش راح استخدم لبنات؟ قبل أشهر السنة وأوقات اليوم، هنا الأوقات قبل الساعات، سوري، هنا هاي عندك ساعة، رقم ساعة، ايش راح استخدم له؟ at. yes very good. هنا ليش؟ لأن شفت وقت ساعة، وأنا حسب الملاحظات من هي اللي أستخدمها قبل الساعات؟ الآت، حرف الجر آت. هنا شو يقول لي؟ My father was born October. أكتوبر، شهر أكتوبر، شهر العاشر، أكتوبر بنات، شهر هذا. شو راح أستخدم أنا حسب القاعدة؟ راح أستخدم لمن هو؟ إن. ليش الإن؟ لأنه تستخدم قبل أشهر السنة حسب الملاحظة. إن. شوفوا بنات ايش قد ما هو سهل، بس ديروا بالكم تخطئون بي. شو يقول لي هنا؟ my friend works، صديقي يعمل، a company بشركه، شركه مكان عمل. ايش راح استخدم لبنات؟ وقبل اماكن العمل من هي راح استخدم له؟ هم الان ان في. راح نروح على المثال الاخير، We don't have exams. We don't have exams. ليس لدينا امتحانات. Monday. يوم من أيام الأسبوع. إذن شو راح أستخدم لبنات حسب القاعدة؟ Yes, very good. On. Okay, بنات. وهذا كل الموضوع الخاص بالحروف الجر اللي preposition. Okay, بنات. وهسا راح أنزل لكم فيديو الآخر على الموضوع الأخير للقواعد لليونت الثالث.